عندي شوربه الفريك، لحمه وفريك جزر وكرات وكرفس وورق لورو وحبهان، بهارات بصل وتوم ومرق، ملح وفلفل وزبده او زيت. لو احنا جينا قرينا الورق اللي انا بتكلم فيه دلوقتي هتلاقي ان انا منزل السوق مش هتوه، لان الحاجه اللي بجيبها هتكفيني في كل الاكل اللي انا بعمله. وهنا حضراتكم الشوربه بتغلي كده، اديت لها معلقه طماطم بوريه عشان يبقى طعمها جميل، وادي اللحمه المكعبات اهي. هل بقى دلوقتي يا عم محمد بعد ما حطيت دي انزل بالفريك بتاعي؟ لا ما ينفعش. طب ليه؟ ريحتني. لازم اللحمه بتاعتي تاخد 3 ارباع سوا، عشان لو حطيت ده الفريك انا عايز اشربه الاقي طعمه جميل كده، ما يبقاش معجن ويستوي مع اللحمه هياخد وقت مش هيبقى كويس، فانا عايزه يبقى ليه طبيعه جميله وطريقه حلوه. ابدا اسقط بقى الفريك كده، ما احطش كتير برضو عشان خاطر ما تبقاش عندي ملبكه.